أي تثمين مستدام للنفايات بالبيضاء، وعنوان اللقاء الصحفي الذي نظمته جمعية المجتمع المدني البيئي للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، والذي جمع سلة من المتدخلين والمشاركين الذين عبروا عن رفضهم لإحداث محرق للنفايات بالدار البيضاء. وأن الدار البيضاء من بعد 30 سنة ديال الجمع والرمي ديال النفايات في مطرح مديونة اللي هو أكبر مطرح بالمغرب، 3600 طن اللي كتوصلوا يوميا، أصبح من المستحيل استمرار، لأن حتى العلو اللي كان خصو يبلغ غير عشرات الأمتار الآن وصل 45 متر، وهو كيهدد بالانفجار وفيه مشاكل 2000 واحد اللي كتعيش تما، مئات ديال الحيوانات اللي كتستهلك المغرب. دونك هي مشكل صحي اقتصادي اجتماعي بامتياز، كلشي متفق على أنه خصو يتقفل، ولكن المشكل هو أننا ندخلوا في حل، والآن هذا الحل كاين توجه باش يمشي للمحرقة، واحد الفران كبير، هذاك الفران مكلف جدا، وحتى ماشي فقط في الانفستيسمون، في الاستثمار كتوصل حتى 500 حتى 700 مليار، ولكن كذلك في الفونكسيونمون كل طن خصك تخلص عليه 600 700 درهم. اذا اليوم مش سامعين باش انني انا شخصيا انني نقدم واحد التجربه اللي لاحظتها في المانيا. اذا هاد التقنيه اللي تنسميها الام بي تي اللي هي تقنيه ميكانيكيه وبيولوجيه اللي تعتمد بالاساس على العمليه ديال التخفيف ديال الكتله ديال النفايات بالدرجه الاولى بالطريقه ديال عمليه ديال التخمر، ثم بطبيعه الحال العمليه ديال بعد العمليه ديال التخمر اللي تدوز تقريبا واحد 7 ايام، تدوز جميع النفايات في واحد لو سيستيم اللي تتمكن انها تكون عمليه ديال الفرز. اذا في هذه العمليه ديال الفرز كل ما هو قابل للتدوير راه تيدوز في اماكن مخصصه لذلك، ولكن كذلك ما هو قابل للاشتعال يعني الكومبستيبل راه تيدوز في منطقه اخرى، وهذا القابل للاشتعال زائد هذا المواد اللي هي قابله للتدوير يمكن تشكل تقريبا حتى 98% من النفايات اللي هي الاصل، يعني تتبقى 1-2% من النفايات اللي انا شخصيا ما تنعتبرهاش نفايه، ما دام ان يمكن انها تستعمل كذلك في الطرو بيبليك يعني في الطرقان في البني الى اخره. وطالبت جميع الاطراف المتدخله بتدبير افضل للنفايات يعتمد على تقنيات تراعي الحفاظ على البيئه وعلى الموارد الطبيعيه وعلى صحه المواطنين والمال العام، ولا ترهن المدينه لعده عقود في حل واحد اصبحت تتخلى عنه جميع الدول المتقدمه.